وعمل المنبر غير مختفي. عندنا منبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على جذع، ثم امرأة من الأنصار كان لديها غلام وأمرت هذا الغلام أن يصنع منبر للنبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث درجات. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وإذا بالصحابة يسمع بكاء الجذع، يبكي على النبي صلى الله عليه وسلم، يحن. يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول: عجبا، جذع جماد لا يتكلم، ولا يعني، قد يقول البعض أنه لا قد يسبح، نعم يسبح، لكن بالتسبيح لا نعرفه. يقول: جذع يحل للنبي صلى الله عليه وسلم، وعجبا أن بعض بني آدم لا يحل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لسماع ما كان يعني يقول عليه الصلاة والسلام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن الجذع حتى سكت. هذه آية من آيات النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.